الحاجة أم الاختراع، هذا ينطبق تماماً على قصتنا لليوم. يحكى أن شاباً أمريكياً مرضت أمه مرضاً شديداً، واستلزم الأمر إجراء عملية جراحية، إلا أن الطبيب انتظر طلوع الشمس لعدم وجود إضاءة كافية، فتولدت لدى الشاب فكرة اختراع مصباح يضيء ليلاً، إنه المخترع الأمريكي توماس إديسون. عرف بكونه صاحب الألف اختراع، مخترع الميكروفون والفونوغراف. يعتبر مرض والدة إديسون المحفز الأول لفكرة اختراع المصباح. بدأ إديسون وزملائه إجراء التجارب لتطوير وجعل المصباح الكهربائي عملياً، وتطلبت تجاربهم مكونات جديدة، من مصابيح زجاجية ومفاتيح وأنواع كثيرة من الأسلاك والعدادات الخاصة. بحث كثير والعديد من التجارب التفصيلية لم يشعرهم ذلك بالإحباط أو اليأس أبداً، واستمروا في تجاربهم، في حين كان التحدي الأكبر الذي واجههم هو إيجاد مادة من خيوط تعمل لفترات طويلة. وبعد تجربة آلاف المواد وأكثر من 6000 نوع من النباتات، توصلوا إلى خيوط القطن المتفحمة كأفضل مادة مستخدمة. فمن خلال هذه الخيوط تمكن إديسون من إنتاج 13 ساعة متواصلة من الإضاءة، وهكذا استطاع أن يقدم أعظم اختراع للبشرية. يعد إديسون مخترع أول مصباح كهربائي ناجح تجارياً، لكنه لم يكن أول شخص حاول اختراع مصباح كهربائي. بعض المؤرخين ذكروا أن هناك أكثر من 20 مخترعاً قبل إديسون. إديسون حصل على براءة الاختراع عام 1880 ميلادي، وتفوق اختراعه على باقي المخترعين بسبب اشتماله على توهج فعال ومقاومة عالية جداً، ليبدأ نور إديسون يغزو العالم تدريجياً.